الحمد لله ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله. نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة، نصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق وجهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على المحجة البيضاء وعلى الطريقة الواضحة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يذكرها إلا ظالم. صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من هذه. ثم بعد، أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، نسمع كثيرا بكلمة أو بمصطلح وهو اغتنام الفرص. نسمع كثيرا بهذا المصطلح أو كلمة اغتنام الفرص. نسمع هذا إنسان يغتنم الفرص، إنسان ينتهز الفرصة. On entend souvent quelqu'un qui profite des occasions, un opportuniste. فما معنى أو ما المعنى الحقيقي لاغتنام الفرص؟ اغتنام الفرص، ما هو المعنى الحقيقي لهذه؟ ما مدلولها الحقيقي؟ أولا استعمالاتها، استعمالات كلمة فرصة. تجد فرصة عمل، فرصة سكن، فرصة سياحة أو رحلة، فرصة هدف، تجد فرصة ربح. هكذا الناس تعتقد كلمة فرصة. Les gens pensent souvent que le mot occasion dans ses utilisations, quand ils disent quelqu'un qui est profiteur, quelqu'un qui est opportuniste, ou quelqu'un qui saisit les occasions. Donc on entend souvent le mot occasion. Occasion de travail, de logement, occasion de gagner, occasion de but, occasion de voyage. On entend souvent ça. Et est-ce que pour nous, c'est ça le sens du mot occasion? Est-ce que ça veut dire profiter des occasions pour le musée? ما معنى الاغتنام؟ اغتنام الفرص، المعنى الحقيقي لهذه الكلمة عند المسلم المؤمن الذي يتبع شرع الله. أول ملاحظة قبل أن نورد المعنى الحقيقي للفرصة، الفرصة الحقيقية هي دائما تأتي في النهاية، تأتي في النهاية، تتوج مجهودات، توج أسباب، تقديم أسباب، تلك هي الفرصة الحقيقية. حتى الهدف في المباراة، فرصة الهدف تأتي بعد لعب وبناء لعب، تأتي الفرصة الحقيقية للتهديف. هكذا في الحياة، الفرصة الحقيقية هي التي تكون في النهاية، تعقب أشياء، تعقب أسباب، تعقب مجهودات. لذلك الذي يفوز بالفرصة الحقيقية هو الذي تبقى معه تلك الفرصة، تبقى معه، تدوم معه، فلا تتخطفها الظروف. مثلا donc l'occasion réelle c'est celle qui vient à la fin, celle qui couronne les efforts, c'est celle qui vient après avoir
de disposer des causes. C'est ça la vraie occasion. C'est l'occasion qui dure. C'est pas celle qu'on peut perdre à n'importe quel moment pour des circonstances. Donc c'est ça la vraie occasion. Elle force à la réveiller les musulmans. هي الحياة الباقية هي التي تكون في النهاية لذلك الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم وللآخرة خير لك من الدنيا وللآخرة est meilleur pour toi que la vie. Donc elle vient à la fin. La vraie occasion. هذه الفرصة إذا قلنا تأتي بعد ماذا؟ هي الفرصة الباقية. الفرصة الدائمة. وهي التي تأتي بعد أسباب. تقديم الأسباب. والمجهودات. لذلك الذي يفوز بالفرصة الحقيقية لا يقول يوم القيامة يا ليتني قدمت لحياتي. يا ليتني قدمت لحياتي. هذا يدل على شيء على ماذا؟ على أن الفرصة الحقيقية التي نقدم لها الأسباب أولا وتأتي بعد مجهودات. يا ليتني قدمت لحياتي. Donc la vraie occasion c'est celle qui est précédée par les efforts et les causes. C'est pour ça le jour de la résurrection, lui qui n'a pas profité justement des vraies occasions dans cette vie d'ici, il va dire « Si j'avais œuvré pour la vie éternelle, si j'avais seulement œuvré pour la vie éternelle, il y a l'éternité. » Donc, c'est une remarque. On arrive à la vraie occasion qui est celle qui reste éternellement et dure. C'est ça la vraie occasion. Ah, il y a une force à la réflexion. Al-Thabita, Al-Mutawasila, Al-Ladi la Tazoulou, ou la Tahoul. Mais il y a une sabbat et une espèce. Kaifa Nartanim Al-Fourse. أو إن شئت قل ما هي أغلى فرصة؟ هذه l'occasion la plus chère. Donc l'occasion la plus chère. Tout le monde cherche الفرصة الحقيقية التي نسعى وراءها كلنا. إنما هي فرصة الفوز بالجنة. C'est l'occasion de gagner le paradis. L'occasion la plus chère. كيف نفوز بهذه الفرصة؟ كيف نفوز بهذه الفرصة؟ كنا قد قدمنا أن الفرصة الحقيقية التي تأتي بعد تقديم الأسباب والمجهودات والعمل. يا ليتني قدمت لحياتي وللآخرة خير لك من الأولى. تأتي باغتنام هذه الفرصة الأولى فرصة الحياة. لتفوز بأغلى فرصة التي هي الجنة. يكون ذلك بتقديم الأسباب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في المستدرك عند الحاكم حديث ابن عباس رضي الله عنهما الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. Plus intelligent, c'est celui qui se fit des comptes à lui-même et qui œuvre pour la vie du jour. Ou l'agis, l'inconscient. Celui qui se désire, qui se patiente un peu. Il se table dans l'espoir
إذن نفوز بالفرصة الحقيقية التي في الحياة الأخرى الباقية باغتنام هذه الفرص المالية. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا كيف نفوز بفرصة، فرصة دائما هي فرصة الجنة، يقول اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرم، وصحتك قبل سفر، وغناك قبل فقر، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. Donc, il nous apprend le prophète sallam comment on saisit l'occasion. Celui qui saisit vraiment les occasions, c'est celui-là. Dans ce hadith, il dit profite de cinq avant cinq autres choses. Profite de ta jeunesse avant ta vie. Profite de ta richesse avant ta pauvreté. Profite de ta santé avant ta maladie. Profite de ton temps libre avant que tu sois occupé. Profite de ta vie avant ta mort. Voilà comment on profite dans cette vie pour saisir justement les vraies occasions ou la vraie occasion. Il est hâte. هذا هو الإنسان الحقيقي الذي ينتهي أو يغتنم الفرص. ذلك كما في حديث التلميذ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعة، بادروا بالأعمال سبعة، أتي par les bonnes œuvres avant d'en être empêché ou d'être empêché par cette chose. بادروا بالأعمال سبعة فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطريا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. هذا الذي ينتهز ويغتنم الفرص، هذا هو الحقيقة، هذه الفرصة الحقيقية. Donc, œuvrez ou hâtez vers les bonnes œuvres avant que vous soyez empêchés par cette chose. Ici, une pauvreté vous pousse vers l'oubli. Le monde est très occupé par la subsistance de l'oubli. Une richesse qui te rend arrogant. Une maladie qui disparaît de toute façon. Une vieillesse affaiblit l'esprit. La mort qui met fin à ta vie. L'antichrist est la pire qu'on peut attendre. Couleur et leur pire encore. Un pardon de votre Seigneur. من الفرص التي يجب عليك الفوز بها والظفر بها أن تكون من الناجين على الصراط. أن تكون من الناجين على الصراط. وإن كل إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزيا. L'occasion la plus chère, c'est d'être parmi les deux
ils vont se sauver sur sera au jour de la fin. من الفرص الحقيقية كذلك أن يختم لك بخاتمة حسنة. Parmi les occasions les plus chères, avoir une bonne fin. إنسان هناك من يختم له بخاتمة حسنة وهناك من يختم له بخاتمة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم القيامة قال حتى إذا جاء أحدكم الموت قال ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولكن هيهات ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها أن تكون لك خاتمة حسنة سان أوكازيون فرصة فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية إذا الفوز بماذا؟ الخاتمة الحسنة هي الفرصة هذا هو المعنى الحقيقي لاغتنام الفرص هذا هو المؤمن هذا الذي يغتنم هذا المعنى الحقيقي للفرصة ومعنى اغتنام الفرص في هذه الحياة الباقية أو الحياة عفوا الفانية من أجل حياة باقية ما عندكم ينفد وما عند الله باق أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى أختم بهذا الحديث عن حسن الخاتمة كما عند الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت. البروفيت nous dit dans ce hadith par rapport à la bonne fin. Quand Allah veut du bien à son serviteur, il le pousse vers une action de bien et avant sa mort. Ou il l'utilise. Il l'utilise. Alors les compagnons du prophète, comment il l'utilise? Il dit, je lui montre une bonne action. Il aide pour faire une bonne action avant sa mort. Ou avant sa mort. Allah Ta'ala, que nous devons nous faire un peu de temps.